شباب 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 استاذ طيب جزيك اسمح لنا مساءكم سعيد مشاهدينا متابعينا اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم الى هذا البث المباشر هنا من الملعب الكبير لاكادير ملعب ادرار كما يحلو للبعض ترقيبه بمدينه اكادير والاجواء القبليه قبل انطلاق مباراه الرجاء الرياضي طبعا وفريق الجيش الملكي بمناسبه نهائي كاس العشر المغربي لموسم 2022-2023 اجواء جميله طبعا تسبق المباراه النهائيه على اليمين طبعا الجماهير التي اتت من الدار البيضاء وهي جماهير غفيره باحجام كبيره وباعداد كبيره طبعا انتقلت من مدينه الدار البيضاء نحو اكادير طبعا في الجهه اليسرى يتواجد منصه الجماهير الخاصه بجمهور الجيش الملكي لحدود اللحظه ما كاينش اعداد كبيره ولكن ربما على مستوى ربما خارج الملعب كاين الجماهير والا انهم قرروا يدخلوا في توقيت واحد في انتظار طبعا الدقائق المقبله نتعرف على الاعداد ونتعرفوا على الاحصائيات وعلى الارقام للجماهير المتوافده على طبعا الملعب الكبير لمدينه اكادير حتى لا اطيل عليكم مشاهدي الكرام اعطيكم تشكيل فريق الرجاء الرياضي في مباراه اليوم في حراسه المرمى يتواجد انس السنيتي بقيه اللاعبين اسماعيل مقدم عبد الله خفيفي بوزوق يسري زريده محمد نفاتي ادم بوغرين صابر الزرهوني نوفل بالعمري يوسف والمكهازي محمد وابو القسوت محمد على مستوى بقيه اللاعبين يتواجد كل من زبير ياسين المبارك مهدي موهب المهدي كمارا احمادو بوشعيب عراسي هيرفي جايلان لاندي زيلا مروان بن عبيد رياض واريغو فيكتور اذا هذه تشكيله فريق الرجاء في مباراه اليوم فريق الجيش الملكي بن عبيد المهدي على مستوى حراسه المرمى بقيه اللاعبين محمد مفيد ايمانويل معرور زهير حريمه محمد ربيع الناجي العربي زحزوح امين ايتور خان خالد حدرف عبد الفتاح حمودان احمد واوريبون بقيه اللاعبين على مستوى دكه الاحتياط يتواجد ايوب الخياطي منصف العمري بوخريس طيب درخات انوار دراك الدين عزدين دراك لابتي زكريا عربيدي يوسف اجراي على الدين ولامين ذياكيتي اذا هذه هي طبعا تشكيله فريق الجيش الملكي في مباراه اليوم والاجواء القبليه في انتظار طبعا انه يدخلوا اللاعبين ديال فريق الرجاء على مستوى رقعه التباري من هناك من الجهه اليسرى طبعا دخول جماهير الجيش لاعبي جماهير الجيش الملكي او لاعبي الجيش الملكي من اجل انهم تلقاو التسخينات الاوليه قبل الدخول الفعلي على مستوى رقعه الميدان اذا في هذه اللحظات دخول دخول لاعبي فريق الرجاء من اجل انهم يتلقوا التسخينات طبعا قبل الدخول الفعلي للمباراه النهائيه بين فريقي الجيش الملكي والرجاء الرياضي لهذه الاجواء من هنا من ملعب ادرار الكبير طبعا كل التضامن مع الزميل عمر الملقب من الشجره الذي تلقى طبعا ضربه على مستوى الاف ديالو من احد الجماهير المحسوبه على الجيش الملكي كما موثق في الفيديو كل التضامن طبعا مع الزميل عمر ملقب من الشجره تضامن واحد مع الزميل عمر